بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع الثاني من المحاضرة الثالثة المتعلقة بدراسة الأفعال بين الزيادة والتجريد. طبعا في هذا المقطع سوف نرصد أوزان الأفعال الرباعية المزيدة. كم عدد الأحرف التي يمكن أن تلحق بالأفعال الرباعية المزيدة؟ وما هي الأوزان الأساسية التي يمكن أن يرد فيها الفعل الرباعي المزيد؟ طبعا قبل أن نباشر في هذا الهدف أو قبل أن نحقق هذا الهدف، علينا أن ننطلق من هذه الأفعال التالية، ألا وهي أفعال رباعية مجردة كالتالي. إذا أفعال رباعية مجردة، الفعل الأول الذي سننطلق منه ألا وهو دحرج، الفعل الثاني الذي سيكون نموذجا وقشعر، قشعر، الفعل الثالث هو حرجم، حرجم أي جمع، حرجم. نلاحظ أن أوزان هذه الأفعال هي ماذا؟ هي فعل لا، وهو وزن الفعل الرباعي المجرد، فعل لا. لكن يمكن أن تطرأ طبعا على هذه الأفعال أيضا، أو يمكن أن تدخل عليها حروف زيادة مثلها مثل الأفعال الثلاثية. لنقول دحرج وتدحرج، تدحرج حرف الزيادة هنا هو التاء، إذن تدحرج على وزن تفعلل، تفعلل. نقول قشعر واقشعر، اقشعر، وأحرف الزيادة هنا هي الألف والتضعيف، ويضحى الوزن افعلل، افعلل. أما الفعل الأخير وهو حرجم فيضحى بالزيادة احرنجم، احرنجم، وأحرف الزيادة هي الألف والنون، ليضحى وزن الفعل الرباعي المزيد هو افعلل، اف عن لا لا. طبعا في الفعل الرباعي هنا نلاحظ أن الفعل الرباعي قد يزاد أو قد نقدر أن نضيف إليه فعلا حرفا واحدا، حرفا مزيدا واحدا هو حرف التاء، ليضحى الوزن الأول من أوزان الفعل الرباعي المزيد بحرف هو تفعلل، أو يمكن أن نضيف له حرفين ألا وهما الألف والنون أو الألف والتضعيف، ليضحى الوزن الأول من أوزان الفعل الرباعي المزيد بحرفين هو افعلل، أو الوزن الثاني وهو افعلل. طبعا هنا كحوصلة لهذا هذين المقطعين الأول وهذا المقطع الذي تعلق بالأفعال الرباعية المزيدة، نقول أن المتكلم عندما يضيف حرفا من أحرف الزيادة إنما هو يسعى إلى إضافة معنى من المعاني التي عجز الفعل المجرد عن الإدلاء بها والإفصاح عنها، هذا بالإضافة إلى أن الفعل المجرد قد نقدر أن نضيف إليه حرفا أو حرفين أو ثلاثة أحرف إن كان ثلاثيا، أو حرف أو حرفين فقط إن كان رباعيا، ونفس الفعل قد يرد على أوزان مزيدة متعددة. ثم بالإضافة إلى ذلك أن كل وزن مخصوص بجملة من المعاني يعبر عنها، وطبعا
معنى الفعل المزيد لا يمكن حصره من خلال أمثلة كهذه دون سياق. لذلك إن أردنا البحث في معاني الأوزان المزيدة أو الأفعال المزيدة، فإنه علينا أن نضع هذه الأفعال في سياق محدد. ففي كل سياق قد يعبر الفعل ذاته عن معان مختلفة في سياقات مختلفة، وهذا إن شاء الله ما سنخصص له المقاطع المقبلة التي سنرصد فيها أهم المعاني المتصلة بهذه الأفعال المزيدة وبهذه الأوزان، خصوصا الأوزان التي ذكرناها بالنسبة للفعل الثلاثي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف، والأفعال الرباعية التي طبعا زدناها حرفا أو حرفين. أترككم في أمان الله في انتظار المقاطع المقبلة التي ستكون مقاطع نموذجية وشيقة بإذن الله. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.